ما ينفعش يكون عندنا هذا الحدث المهم جدا في تاريخ الصحافة الرياضية ولا يكون معنا على الهاتف الأستاذة الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتورة. أهلا بيك، أهلا بيك، مساء النور. إزاي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. يعني بتشرف بيك وأهلا بيك. دكتورة، إحنا بنناقش حدث مهم جدا خاص بتاريخ الصحافة الرياضية. إنه بنكتشف تاريخ الصحافة المصرية بقى عموما كده. المصرية عموما، لأن بنتكلم في 33 صحيح. بالظبط. اتفضلي يا دكتورة، لعلك حضرتك تابعتينا فيما مضى. يعني بداية طبعا احنا يعني الصحيفة هي تعبير عن روح العصر، هي وثيقة تاريخية بتبين لنا طبيعة التحديات السياسية المطروحة في فترة ما، المشكلات الاجتماعية، حتى العلاقات بين الناس، أسلوب الكتابة الصحفية، وده الحقيقة بيبقى واضح بأي صحيفة صدرت في مصر في فترة زمنية معينة. فهنا بتأتي القيمة إن أنا مش بس بقيم صحيفة، لا، أنا بقيم كمان علاقة هذه الصحيفة بعصرها، إلى أي مدى عبرت عن هذا العصر، إلى أي مدى عبرت عن التحديات اللي موجودة، سواء زي ما بقول لحضرتك سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. مصر أول بلد في المنطقة العربية تعرف الصحافة الرياضية. بداية من 1888. بعدها بأكثر من 30 سنة ظهرت أول صحيفة رياضية في العراق. وبالتالي يعني مصر هنا لها الأقدمية والأسبقية. السؤال بقى اللي أنا يعني عايز أسأله لحضرتك. اتفضل. كيف تظهر هذه الصحيفة؟ و12 عدد، وعلى فكره بالنسبه للفتره دي كانت احيانا صحف بتصدر عددين ثلاثه وتتوقف. ايوه. 12 عدد كاملين، اين هم من يعني من ارشيف النادي الاهلي نفسه ومكتبه النادي الاهلي نفسه؟ يعني كيف اختفت هذه الاعداد بحيث انها تكتشف بالصدفه؟ هو احنا اكتشفنا دكتوره انه اكتشفنا انه محاضر مجلس إدارة النادي اللي محتفظ بيها في النادي أشارت إلى صدور هذه المجلة، لكن النسخ ما كانتش موجودة إلا لما حد لفت النظر ليها أنها موجودة في دار الكتب. وبالتالي يعني أعتقد لازم أن النادي هيسعى لامتلاك نسخة منها طبعا في متحفه على الأقل. يعني ضروري طبعا، يعني وده بيطرح الحقيقة قضية مهمة جدا، أنه واضح ان من كثر ما عندنا تاريخ احيانا بنعمل الجزء دوت. وبالتالي يعني النادي الاهلي ده نادي عريق وجزء من يعني حتى لو تتبعت كده رؤسائه واللاعبين جزء اساسي من تاريخ مصر، ما تقدرش تفصله عن تاريخ مصر. صحيح. فمن المهم يعني انا يعني شايفه مهم جدا انه يستعيد ال 12 عدد دولات اللي عنده في ارشيفه او في مكتبته. صحيح. والاهم من كده، الاهم من كده انه يعني وده دور طبعا حضرتك بتقوم بيه ومجله الاهلي قامت بيها يعني على خير قيام، يعني اللي هي يعني ربط العدد الاعداد دي بالاجيال الجديده حتى. اللاعبين اعضاء مجلس حتى الاداره بعدهم يتعرفوا على جزء مهم من تاريخ ناديهم بتعيشه حي من خلال المقالات ومن خلال اهتمامات يعني الذين حرروا هذه الاعداد ال 12. فيعني دي مساله اعتقد انها مهمه جدا. طبعا رجال الكتب عندنا فيها كنوز. صحيح. انما للاسف مهمله بشكل او باخر، وبتعتمد برضو على الجهد الفردي مش جهد مؤسسي. ان انا مثلا ليه ما يبقاش عندي مجلدات مثلا الصحافه الرياضيه في مصر تظهر في مجلد وتطلع للسوق وتتباع. صحيح صحيح. مجلدات مثلا صحف بتاعه الجهاد اللي حضرتك ذكرت يعني موجوده في العدد. ايوه. مجموعه الجهاد، مجموعه البلاغ، مجموعه السياسه. صحيح. اعتقد ان ده مهم جدا، وانت بتخرج مش بس
مش بس يعني او القائمين على دار الكتب مش بيخدموا بس الحياه الثقافيه، لا هم بيخدموا يعني او يعني انا بتصور انها لا يمكن تتكلم عن انتماء وشباب منتميين الا اذا عادوا الى تاريخهم وعرفوا الامجاد اللي كانت موجوده في هذا التاريخ في كافه المجالات. جزء من ان انا اعيد مره اخرى انتاج هذا الماضي ويبقى على الاقل ممكن حتى في سيديهات او اي حاجه حديثه بتواصل معاها الشباب. يعني احنا هنعمل ده فيما يخص هذا المخطوط الاثري المهم يا دكتوره، وشاكرين حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. لا العفو، انا سعيده جدا والف مبروك. الله يخليك. في هذا العدد هذه المجله الخطيره واللي بتمثل فعلا اهميه مهمه جدا لتاريخ الصحافه. ده هديه، ده هديه مجانيه للباحثين في الكليه بقى. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا للاستاذه الدكتوره نجوى كامل، استاذه الصحافه بكليه الاعلام جامعه القاهره.